يعني من الحاجات اللي كمان بتدعو للفخر خلال 2022 كان اختيار عدد من العلماء المصريين وتصنيفهم من قبل جامعة ستانفورد ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء تأثيرا على مستوى العالم، ومن ضمن العلماء الدكتور محمد زيدان عضو هيئة تدريس بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، واللي هيكلمنا النهاردة عن الحوسبة الكمية وإيه هي، ايه مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ده هنعرفه منه. صباح الخير على حضرتك. صباح الورد، صباح الورد، اهلا حضرتك. بيك يا فندم. يعني أنا مساعد، في أنا مساعد. البدايه حابين نعرف منك اختيارك من جامعه ستانفورد وآلية الاختيار ايه، وايه المجالات اللي بيختاروا منها؟ طيب، جامعة ستانفورد هو في الحقيقة بدأ مجموعة من الأبحاث تطلع من مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد، بيحاولوا إن هم يصنفوا العلماء الأكثر تأثيرا، وبيعتمدوا على قاعدة بيانات سكوبس، وبيقيسوا 6 مؤشرات. ال6 مؤشرات دول بيجمعوهم في معيار واحد بيسموه سي كومبوزيت، وبعد ما بيحسبوا سي كومبوزيت لكل العلماء على مستوى العالم بيختاروا منهم أعلى 2% وبينشروهم إن هم دول أكثر 2% تأثيرا على مستوى العالم. في الحقيقة القائمة ضمت أكثر من 681 عالم مصري من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية. وأما بالنسبة للحوسبة الكمية فهو نوع جديد من الكمبيوتر اللي هو بيعتمد إن هو يجري العمليات الحسابية باستخدام الذرات بدل من استخدام الترانزستور. طب ده هيوفر لنا إيه، أو هي الميزة عن الكمبيوترات التقليدية اللي إحنا بنستخدمها النهاردة؟ ده طبعاً بيوفر لنا مجموعة من التكنولوجيز الجديدة اللي مش موجودة عندنا النهاردة. يعني من ضمن التكنولوجيز اللي هيوفرها الكمبيوتر الكمي أو الحوسبة الكمية إنها تخلينا نعمل نوع جديد من الحسابات ما نقدرش نعمله على الأجهزة التقليدية اللي إحنا بنستخدمها النهاردة. زي إيه؟ زي مثلاً إن إحنا نحاول ناخد الأتومز والمولكيولز والدي إن إيه والأر إن إيه ونحاول نعمل لها دراسه باستخدام الكمبيوتر الكمي، وده هيساعدنا ان احنا نكتشف انماط جديده للامراض المستعصيه زي الكانسر وزي معظم الامراض الوراثيه. كمان الحوسبه الكميه هتخلينا نحل نوعيه جديده من المشاكل ما بنقدرش ان احنا نحلها باستخدام الكمبيوترز اللي احنا بنستخدمها النهارده، وكمان بتخلي في مجموعه من المشاكل الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه النهارده ده بيكون بطيء جدا جدا في حلها، ممكن يستغرق ملايين السنين عشان نوصل لحل، لكن الحوسبه الكميه هتخلينا نحلها في جزء من السنه. صحيح صحيح ده صحيح. ده ده وشفنا ده الحوسبه الكميه في ابسط صوره. دكتور زيدان، ايه كمان اللي هتوفرهن كمان ان احنا نعمل نوع جديد من الاتصالات ما فيش فيه هاكر. يعني الكمبيوتر الكمي هتخلي الاتصالات بتاعتنا تتم بشكل امن جدا بدون اي وجود هاكرز. ولكن الحوسبه الكميه او الكمبيوتر الكمي تقدر تخترق اي كلاسيكال كمبيوتر، وبالتالي لما يكون عندنا كمبيوتر كمي في متناول التجاري او الاستخدامات التجاريه وتكون عندنا في البيوت، عظيم، ده بيهدد اجهزه الكمبيوترز التقليديه وبيهدد امن المعلومات، فهو نوع جديد جدا من التكنولوجيز اللي هتفيدنا في المستقبل ان شاء الله. طيب دكتور زيدان، احنا في مصر نقدر نستفيد من الحوسبه الكميه ازاي؟ احنا وصلنا لغايه فين؟ فريقك البحثي عمل ايه لمصر، او ماشي في مشروع هيفيد مصر بايه، ونقدر من خلال ده يعني اسم مصر في المحافل الدوليه يبقى كبير ازاي؟ نقدر نخدم ده ازاي؟ الحمد لله احنا في الفريق البحثي اللي انا بشرف ان انا واحد من ضمن الفريق البحثي اللي فيه، قدرنا الحمد لله ان احنا نحقق انجازات كويسه، قدرنا الحمد لله نحصل على براءات اختراع من مكتب بلد الاختراع الامريكي، واخترعنا الذاكره الكميه بتاعه الكوانتم كمبيوتر، اخترعنا الكوانتم راندوم اكسس ميموري بتاعه الكوانتم كمبيوتر، ودي ان شاء الله اللي هيعتمدوا عليها في تصنيع الكمبيوتر الكمي. كذلك مع الفريق البحثي اللي انا بشتغل فيه الحمد لله قدرنا نحقق ان احنا نطلع نوع جديد او موديل جديد للحسابات بيعتمد على ظاهره الانتانجمنت، الظاهره اللي حصلت في جائزه نوبل هذا العام. قدرنا الحمد لله ان احنا نقول ان ظاهره الانتانجمنت ممكن تساعدنا في حل المشاكل في الذكاء الاصطناعي وفي الحوسبه الكميه
ما نقدرش نحلها باستخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي وباستخدام الكمبيوترات التقليديه. طيب والحمد لله ربنا وفقنا ونشرنا ابحاث في مجلات علميه مرموقه. دكتور محمد، يمكن من كام سنة كده، مش من كتير قوي، من 4 سنين أو حاجة، ابتدينا نشوف الروبوت المشهور اللي كان بيتكلم ويقدر تقدر تسأله سؤال فيرد عليك، وده كان طفرة علمية كل العالم كان مبهور جدا بيه. من الوقت ده لغاية النهاردة شفنا نماذج كتيرة جدا جدا من الروبوتس اللي بتقدر تعمل نفس الحاجة. يمكن احنا شايفين على الشاشة دلوقتي روبوت قادر ان هو يستقبل الاوردرز او الاوامر اللي بياخدها، ويتحرك ويمشي ويتكلم ويزعل ويعيط ويفرح، وفي رياكشنز. الذكاء الاصطناعي هياخدنا لفين يعني؟ واصلين حضراتكم لايه دلوقتي؟ المستقبل شايفينه ازاي مع الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي زيه زي اي تكنولوجيا، ليها جانب مفيد جدا جدا للبشريه، ولكن ليها جانب سيء على البشريه. هو طبعا الجوانب المفيده ان احنا مثلا بنستخدم حاليا النهارده الذكاء الاصطناعي في بنحل مشاكل كتير جدا، بنقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في اعمال خطره ما قدرش يقوم بها الانسان، مثلا زي اداره المفاعلات النوويه وقت الكوارث. ممكن نستخدمه ان احنا نبعته للكواكب البعيده النيازك البعيده او الكويكبات البعيده جدا اللي بتستغرق عشرات السنين عشان نوصل لها، وقد تكون اكثر من عشرات السنين عشان نوصل لها. فالروبوتات والذكاء الاصطناعي استخداماته مفيده جدا، خصوصا النهارده كمان احنا الذكاء الاصطناعي في كل مكان، يعني كل السوشيال ميديا النهارده بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. الموبايل اللي احنا بنستخدمه النهارده في ايدينا وفي متناول ايدينا كلنا، ده بيعتمد في جزء كبير جدا من الذكاء الاصطناعي. ولكن ليه الجانب المظلم بتاعه، ان هو للاسف يعني بيهدد اكثر من 40 مليون وظيفه، وبالتالي فهو هيساعد على انتهاء وظائف كتير جدا جدا. يعني في بعض الدول بدات دلوقتي في ان تخلي مثلا الذكاء الصناعي يستخدموه في البنوك، في كمان دلوقتي احنا داخلين على السيلف درايفنج كارز، السيارات ذاتيه القياده، فكده بنهدد بعض الوظائف لاخواتنا السائقين او زملائنا السائقين. فده طبعا في كمان بعض المطاعم بدات تلجا للروبوت في صناعه البيتزا، وبعض المطاعم بدات تصنع تلجا للروبوت في تقديم الوجبات. فطبعا الموضوع ده هيزيد اكثر واكثر واكثر، فبالتالي الذكاء الاصطناعي الجانب المظلم منه بيهدد وظائف. كمان اللي احنا متخوفين منه ان احنا نوصل للذكاء الاصطناعي القوي. احنا النهارده شغالين في الذكاء الاصطناعي الضعيف، اللي هو معنى ايه الذكاء الاصطناعي الضعيف؟ ان احنا بنعمل ذكاء اصطناعي يتفوق على الانسان في مهمه معينه. ولكن اللي احنا خايفين منه ان احنا نوصل له، وكاد نكون احنا قريبين منه، الذكاء الاصطناعي القوي. ان احنا نوصل للذكاء الاصطناعي القوي، ساعتها ممكن الذكاء الاصطناعي يكون مصدر تهديد قوي جدا جدا للبشريه كلها. ولكن على الجانب الثاني طبعا الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيحل مشاكل كتير جدا، يعني مثلا من ضمنها يعني على كل حاله وكل حاجه ليها المميزات يعني السلبيات والايجابيات بتاعتها. كل الشكر ليك الدكتور محمد زيدان، عضو هيئه تدريس بقسم الذكاء الاصطناعي بكليه الحاسبات جامعه جنوب الوادي فرع الغردقه. شكرا ليك يا فندم.